السيد الرئيس، السيد الوزير، نتساءل عن الاستراتيجية الكفيلة بتشجيع وتطوير البحث العلمي والبحث العلمي التطبيقي من أجل كسب رهان بناء مجتمع العلم والمعرفة وتنمية الرأسمال البشري وتثمينه. شكرا. في هذا المخطط الوطني لتسريع وتحويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ربما كيف ما تبعتوا بأن لأول مرة كنعملوا واحد تكوين ديال الجيل الجديد من طلبة الدكتوراه. وكتعرفوا الأهمية ديال الدكاترة، ديال طلبة الدكاترة بالنسبة للبحث العلمي، لأنهما كيف ما كنقولوا هما رأس الحربة. لأول مرة احنا عملنا ديال 1000 دكتور من الجيل الجديد اللي غادي تنطلق في سبتمبر، اللي البيجي ديالها دونك موجود، باش نحاولوا نكونوا يعني شباب ونديروا بحث علمي. ومن هاد الألف غادي نخصوا واحد القسط منها اللي غادي يخدم مع الشركات على حساب لا ريشيرش ديفلوبمون، باش نخليو المختبرات ديالنا تكون عندها مواكبه مقربه بالنسبه للشركات. وكذلك هاد الشباب غادي يكون عنده تكوينات مبتكره في المجال البيداغوجي، وكذلك تاطير مشترك، لان عندهم فيهم واحد الحركيه دوليه وحركيه وطنيه اللي غادي تخليهم ربما يكتسبوا تجارب. ومن اجل تكريس انخراط طلبه الدكتوراه في البحث العلمي، سيتم تحفيزات ماديه خلال هذه الفتره. هاد الطلبه اللي غادي تكون عندهم منحه ديال 7000 درهم اللي ما عمرها ما كانت في الجامعه المغربيه. اليوم كان اللي بغى يدير الدكتوراه كيديرها هكذاك لان ما لقاش خدمه. دابا غادي نمشيو نقلبوا على الشباب اللي باغي يدير البحث العلمي واللي غادي يدخل في المختبرات واللي عنده مقاييس ومعايير، لا بالنسبه للغات ولا بالنسبه للتكوين والحركيه الدوليه والوطنيه. شكرا. لا شك انكم ادركتم كوزير وكاستاذ جامعي وكرئيس جامعه ان البحث العلمي لم ياخذ بعد المكانه المركزيه التي يستحقها في منظومه الاصلاحات الكبرى، باعتباره لا يهم سياسة قطاعية لوحدها بقدر ما يرتبط بالسياسات العمومية الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتطويره وتثمينه حتى يصبح حلقة محورية للتنمية الاقتصادية ببلادنا، سواء من حيث الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة له والتي لا تتجاوز 1% حاليا، أو من حيث تشجيعه ودعمه وتمكين الكفاءات والأدمغة الوطنية من جميع الشروط المادية والمهنية والعلمية والتحفيزية لتطوير أبحاثها واختراعاتها واحتضانها حتى لا تضطر للهجرة خارج الوطن. رغم الأموال الطائلة التي صرفتها الدولة في تكوينها، أو من حيث هيكلة نظامه، أو من حيث تجويده، أو من حيث دعمه، أو من حيث تحفيز وتشجيع التميز في مجاله، أو من حيث تعزيز البنيات التحتية المتعلقة به، أو من حيث تثمين نتائجه، أو من حيث تحسين حكامته، أو من حيث دور المجلس الوطني للبحث العلمي وعدد المشاريع المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار التي تم تمويلها من طرف الدولة وتلك الممولة من قبل القطاع الخاص، أو من حيث حرص الحكومة على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للبحث والابتكار انسجاما مع القانون الإطار والرؤية.